من قلب الحدث ومن بيت التلفزيون العربي بلندن بنرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الكشاف. اليوم ريما مش معنا، أنا محمد غملوش، ريما بهوليدي وعم تستمتع بالشمسات وعلى أمل إنها تستذكرني بشي من مطرح ما هي، بنوجه لها تحية. حلقة اليوم منا اعتيادية، مثل ما عودناكم فتشنا ونقبنا على مواهب بعديد الدول العربية، موهبة السرعة والدريفتينج مع عثمان التكريتي من الأردن، ومن الدريفتينج إلى القتال وفنون القتال البرازيلية مع رنا من الأردن، ومن القتال إلى الرسم والفنون الجميلة مع حسانة من العراق. بس حنبدأ الحلقة مع موهبة فريدة من نوعها، موهبة رغم صغر سنها تحدث هذا الواقع، بيا ساعدها، بيا شجعها، وبالإضافة للشجاع بيا أثبتت قدراتها العالية ورغبتها بأنها تحقق هذه الموهبة وتحقق حلم فيها. الصبية لارا الفلسطينية اللي بتعيش بلبنان حتأرجينا قديه صوت حنون وجميل، خلينا نشوفها سوا. زمزم من فلسطين، قضاء عكا قرية أم الفرج، عايشة بلبنان. من لما كان عمري 5 6 سنين أبوي كان عنده مركز، فهو صار يتمرن، يعني يجوا أولاد المخيم وصرنا نغني النشيد الوطني وهيك، فاكتشف انه عندي موهبة، فشوي شوي صار يدربني وبلش يعمل لي اغاني. كوني بنت فلسطينية وانه في كتير مواهب فلسطينية كان بالفن ولا بالرسم ولا باي شيء ما عم بتبين، فانا هدفي انه اوصل صوتي واوصل رسالة الشعب الفلسطيني قديش هو مناد اللي عم بيصبر. يا ضمير العالم اسمع صرخة شعب مجروح، مهما يعاني ما بيرجع عزيز الذات والروح. أكيد واجهنا كثير صعوبات، يعني ما في مؤسسات عم تدعم، ما في حدا عم بيدعم القضية الفلسطينية إن كان بالفن ولا للشعب ولا لأي شيء، فواجهنا كثير صعوبات لحتى قدرنا نعمل هالإشي اللي نحن عم نعمله هلا. احكي لي جد وقولي. رح قلك يا جدي عن عظماء بلادك حتى بعدي انت تحكيها لولادك. اكبر محطة بحياتي وهي بصمي بعتبرها، غنيت مع الاستاذ وديع الصافي الله يرحمه، بعتبره جدي. بعدين عملت كم أغنية خاصة كمان، وبعدين عملت أغنية مع الأستاذ معين الشريف للأرض. الأغنية الوطنية بتحكي عن وجع الأطفال، وجع أهل الشهداء، بتحكي عن وجع الشعب الفلسطيني، فما في دعم لحتى تبرز الأغنية الفلسطينية والأغنية الوطنية، فبتمنى انه يصير لها دعم لحتى تبرز اكثر واكثر. انا بس اشوف دمع بين الاكبار اللي بالوطن او الاطفال اللي عم بيموتوا، فاكيد واجبي اني اعمل اغنية لحتى اوصل هالرسالة، اكيد مش رح اسكت لانه هذا الشعب حقه يعيش. بفنه مجده علي، إصراره صوته علي، رسمه فينا بيغني. الأغنية الوطنية ما مثل أي نوع من الأغاني، لازم يكون الواحد عنده إصرار وعنده هدف لحتى يعمل
يبرز الأغنية الوطنية بكل ثقة. حمزنا فكر الخلود، حمزنا اثبت وجود. أنا بنصح الشباب والصبايا اللي عندهم مواهب إن كان بالغنى ولا بالرسم ولا بالدبكة ولا بأي إشي إنهم يصابروا ويصبروا وينولوا أكثر. لازم يكون عندهم تفاؤل لحتى يقدروا يوصلوا هدفهم. لارا عن جد صدق مين قال إنه الأذن تعشق قبل العين أحيانا. صوتك عن جد فيه حنية وفي موهبة كبيرة، وبتمنى إنه كل حدا بيعمل لارا بحس إنه عنده موهبة يتشجع ما يخاف من عمره ويواجه التحديات. على كل حال لارا أنا بتمنى لك كل التوفيق، وكل مشاهدينا بتمنى لك التوفيق بموهبتك. يمكن عم تتساءلوا أنا وين هلا. أنا موجود بالجاليري روم وبجانب الاستوديو. هاي الغرفة بالإضافة للاستوديو هي من أساسيات العمل الإخباري والعمل الصحفي، لأنه كل الأخبار اللي صيغت بالغرفة اللي كنا فيها قبل توصل لهون كرمال تخرج للهواء بأفضل صورة ممكنة. بيعطيهم عافية الزملاء هون كمان بيعمل على مدى ساعات متواصلة دون توقف من أجل أن الصورة تخرج بأفضل طريقة ممكنة لكم. والاستوديو هو أكيد مكان وقلب الحدث اللي بيخرج فيه الأخبار والبرامج الإخبارية باختلافها وبتنوعها. ولكن بعيداً عن الأخبار مرة جديدة، لنرجع على جو المواهب الرائعة اللي معنا بالحلقة. معنا حسانة طبرة وهي طفلة عراقية، يعني خزن عين موهبتها فريدة من نوعها. رسم فن جميل ولكن رسم من نوع خاص، الرسم بالرصاص. حسانة اشتغلت كثير على موهبتها وحاولت أن تطورها من عمر صغير، ونجحت وثابرت وتحدت عمرها وأرجت أنه فعلاً موهبة الرسم تيجي من ربنا. يعني عن جد موهبتها أنا ما بقدر أوصفها. هنشوفها سوا على كل حال. خلينا نشوف حسانة. مواليد بغداد، بكالوريوس هندسة وأحب أرسم، ورثت الرسم كموهبة من جدي الرسام الخطاط مصطفى أبو طبرة. أنا صحيح ما التقيت به، هو متوفي من السبعينات، بس أثره كان موجود بحياتي لأنه تربيت ببيت بمكتبة كبيرة وأشوف أعماله قدامي، فحبيت الرسم من أنا صغيرة. إذا أريد أحدد يمكن وقت معين أو سن معين حيصير صعب علي، لأنه من أنا أول ما وعيت أنا أحب أرسم على كل شيء يجي قدامي، دفاتر الطلاب مال ماما، الكتب مال بابا. من أهلي شافوا يعني إنه الرسم عندي صار مثل الهوس، فتبدلت الهدايا مالتي، صارت بدل العظات والدباديب صارت دفاتر رسم ومجلات تلوين وألوان. أنا أرسم من أول ما وعيت، يمكن بالابتدائية كنت أحب درس الفنية هواي لأنه القياسات تجي مضبوطة، المعلمة دائما تكون فرحانة بي. بال99 نزل إعلان بتلفزيون العراق عن مسابقة عالمية تصير بالهند، فشاركت بيها. كنت أرسم مو بالأسلوب هذا طبعا، كانت رسومات إنه شغلات بسيطة على قد الأطفال، بس من اختارت موضوع رسم اختارت أرسم عرس بغدادي، فرسمتهم بوقتهم ناس واقفين متصفطين لابسين شيك، يعني شيك مال التسعينات، ووراهم صاير مثل الشناشيل البغدادية، وكانت الرسمات ملون، يعني العمل ملون، كنت مستخدم يمكن أقلام خشبية وشوية مائية، هي شغلات يعني على قدي. بعد سنة طلعت النتيجة حصلت على ميدالية فضية وتم تكريمي من وزارة الثقافة بوقتها همينة. أنا
أشتغل كلية أسود وأبيض، أقلام رصاص متدرجة على ورق خشن. ما عندي مشكلة بنوعية الأقلام أو حتى بنوعية الورق، أنا بس أفضل أنه يكون خشن. طريقة العمل خلينا نقول أنا ما أجي أسوي سكتشات قبل ما أبدي بالعمل، أنا أشوف العمل من البداية بمخيلتي وأجي مباشرة أنزله على الورق، بعدين حتى أحافظ عليه، لأن تعرفون الورق الرصاص يتبهذل، فنحط مثبت وأحفظه بأكياس بلاستيكية منها لما أقدر أطرها. أنا أشوف نفسي هاوية، حتى ما يعني من أحد يقول لي فنانة أقولهم لا أنا مو فنانة، أنا هاوية، أنا مدارس الفن. الرسم بالنسبة لي هواية، أو خلينا نقول تعبير عن الذات، كل واحد يعبر عن نفسه بطريقة معينة. أنا اختاريت إنه أرسم، للأسف أنا مدارس أكاديمية، يعني يمكن كان فادتني أكثر إنه تصير عندي خلفية تاريخية، ممكن تكون عندي اطلاع أكثر على الأعمال العالمية، بس ما قدرت أدرسها، يعني وضعي ما سمح لي. احتمال بالمستقبل أفكر أنه أخذ كورسات حتى أطور من نفسي. الرسام الهاوي أكيد يحب يتعلم أكثر من الأكاديمي، الأكاديمي يكون جاهز كل شيء عنده مباشرة ينتقل بتجربته. الشباب كليتنا بهذا الجيل، أي واحد موهوب بأي مجال ممكن تسألي هذا السؤال، راح يقول لك أنا أريد بس أوصل صورة مشرقة عن العراق، إنه العراق مو مثل ما تشوفوا بالتلفزيون، إحنا مو بس عندنا إرهاب وحرب وطائفية، لا، إحنا عندنا ناس تحب تعيش، عندنا ناس ترسم، ناس يمكن تصنع أفلام، ناس تعزف. أحب دائما إنه أنقل مثلا المتلقي بدل ما يتفرج على المناظر السلبية، خلينا نقول نشوفها بالأخبار، إنه أنقل العالم كليته مشاعر حلوة، مشاعر إيجابية، مناظر جميلة رغم بساطتها. شاركت بمعارض ببغداد بمناسبة يوم المرأة، معرضين، وشاركت بمهرجان الزهور ببغداد، شاركت برسم أكبر خارطة عراق ببيهانس بغداد برعاية لمسة عراقية سويناها بنصب الشهيد، شاركت همينة بمعارض مشتركة هنا بسليمانية وهي مجموعة من الفنانات، ومعرض مشترك ويا طلاب الجامعة الأمريكية بسليمانية. وايضا يعني انه انا عندي الحظ انه تعرفت على شركه قامت تسوق اعمالي بانجلترا، شاركت بمعرض برعايه شركه جسر للحياه، وبهولندا ايضا. عن جد حسانة صورة يمكن تنطق بصمت، هي أجمل اللوحات، ومثل ما شفنا أنه ممكن لوحة صغيرة أو رسمة صغيرة تحرك مشاعر ملايين من الناس، وكيف إذا كانت لوحة من فنانة عراقية بهالعمر وبهالموهبة، خاصة أنه الرسم بالرصاص له طابعه الخاص. على كل حال يمكن أنا شوي الصورة مع شجرة الميلاد اللي وراي هيك حسيت أنه لازم أتمنى لكم ميلاد مجيد، وإن شاء الله هيدي السنة تكون سنة خير وما تشوفوا فيها إلا كل خير يا رب. على كل حال، من الفنون الهادي والرسم إلى فن القتال، لأنه موهبتنا الجاي موهبة فريدة من نوعها. رنا صبية من الأردن أثبتت عكس حسانة أن التأخر هو شيء خيالي، ما في شيء اسمه راح الوقت وراح العمر. بعمر متقدم أثبت أنه هي قادرة تحقق أميتها وأنها تكون مقاتلة جنجوتسو. جنجوتسو البرازيلية اللي هي أصلا ياباني الرياضة القتالية، ولكن عملوا البرازيليين منها مثل نمط خاص، نمط برازيلي. على كل حال خلينا نشوف موهبتك يا رنا. فايت. أنا اسمي رنا قبش، معي بكالوريوس هندسة إلكترونية. أنا بلعب رياضة الجوجوتسو البرازيلية، هي نوع من أنواع الدفاع عن النفس وفنون القتال. هي رياضة بلشت باليابان
وانتقلت للبرازيل، والبرازيل طوروها عشان هيك بسموها جوجوتسو البرازيلية، وهلأ هي من أكثر الرياضات انتشاراً بالعالم. بلشت ألعب من 5 سنين ونص، كان الموضوع كله بالصدفة، كنت عم دور على رياضة عشان أصير فت أكثر. تعرفت عن طريق أصحاب اللي تعرفت على الكوتش تبعي، كانوا الشباب بيعملوا جوجوتسو، والبنات بيعملوا نون كونتاكت كيك بوكسينج، يعني كيك بوكسينج بس من غير فايتينج، بس على الباكس. عدت 3 سنين بصف الكيك بوكسينج، وكنت أحضر أشوف الشباب هم بيلعبوا، كان الموضوع يثير فضولي. بعدين أنا وأكمل بنت طلبنا من الكوتش إنه يفتح لنا صف بنات عشان نجرب، ومن وقتها بلشنا ولسه عم نلعب. أنا بصراحة لما كنت كثير أصغر، لما كنت لسه بالمدرسة، كنت حابة أتعلم فنون قتال، بس لما كنت أروح أجرب كانوا يقولوا لي أنت كثير كبيرة، خلاص كثير تأخرتي. فما لقيت حدا يشجعني، ما لقيت حدا يساعدني أبلش، ونسيت الفكرة كلها. بعدين جيت أدخل جامعة، نقيت تخصص بناء على شو المواد اللي كنت أحبها بالمدرسة، شو الأشياء اللي كنت شاطرة فيها. فما يعني ما كان قرار متشور، يعني ما كان قرار، كنت أنا بحب أم أوكي بالماث والفيزيكس، وفكرة أني أعمل أشياء إلكترونية كانت مسلية بالنسبة لي، فدخلت تخصص ولساتني مشتغل فيه. بس اكتشفت بعدين، يعني اكتشفت بآخر أيام جامعة أنه أنا بقدر ألعب رياضة، ومو متأخر الموضوع، وأنه لسه الواحد بيقدر يعمل أي شيء بدياب أي عمر. فأنا يعني يمكن لو من قبل بلشت كان يمكن اخترت تخصص تاني، أو حياتي كانت لها شكل تاني. بس أنا لما نقيت تخصص جامعة ما كان في ببال الرياضة، كنت محيتها. هاي واحدة من الأشياء اللي أنا بعتبر حالي كتير محظوظة فيها، إنه لقيت سبونسر. أنا عندي سبونسر بيدفع لي الإكسبنسز إني أنا أسافر وألعب بطولات. فأنا من أول ما بلشت ألعب بطولات، لو ما كان في سبونسر يمكن ما كنت لعبت كل البطولات اللي أنا لعبتهم. يعني بقدر أحكي إنه أول خطوة إنه الواحد يصدق إنه بيقدر يفوز. يعني إذا بتيجي إذا بدك ترد على ناس ويقولوا لك إنه ما في حدا بالأردن، ما في بنات بيلعبوا هاي اللعبة، وكيف بدك تقدر إلا الناس اللي بلشوا من عمرهم 7 سنين، وأنت ما كنت رياضية كل حياتك، خلاص انتهت هون. إذا صدقتهم بتنتهي القصة. فأول خطوة إنك تصدق إنه بتقدر. يا رنا يا رنا يا رنا، ما بعرف مين بيسترجي أساساً إنه يجرب يفوت معك فايت بالحلبة. يخزن عين قوة، ليونة، رشاقة، ضغط، تمرين، يعني عن جد يخزن عين عنك يا رنا. مثل ما بقولوا تتحرك كالفراشة وتلدخ كالنحلة. برافو عليك، ثابرتي، وصلت بعمر يمكن الإنسان كان يقول إنه أنا هلأ ما بعرف بقدر لحق الرياضة. لا، أنت لحقتيها وثابرتي وقدرتي تحقق حلمك، وامتهنتي هذه الرياضة الجميلة جداً. ولكن من رياضة القوة والصلابة والليونة هنروح لرياضة السرعة والإثارة. الدريفتينج رياضة محبوبة من كثير ناس، والشخصية اللي معنا أو الموهبة اللي معنا من هو عمره 15 سنة، يعني ربيع عمره جلس خلف مقود الخاص، تعلم السواقة، تعلم السرعة، صار يشارك بسباقات، وانحرف أو ذهب باتجاه الدريفتينج. والدريفتينج هي رياضة يعني بالأساس تعتمد على استعمال الفرامل اللي هي بالسيارة بطريقة مثل ما بقولوا إبداعية، يعني يبدع بكيفية التحرك بالسيارة، وبدها دقة عالية وانتباه، لأنها هي أحد الرياضات الخطرة، واللي ما عنده خبرة فيها ما لازم يجربها. بس عثمان التكريتي أثبت من أنه هو صغير امتهنها وعمل خبرة فيها. على كل حال حنشوف عثمان سوا. أنا عثمان التكريتي، عمري 22 سنة، بدرس بالجامعة إدارة أعمال، هوايتي الدريفت. بحب السيارات من وانا صغير. طبعا اخوي الكبير علمني السواقه يعني السواقه العاديه.
بعدين اشتريت سيارة لما كان عمري 15 سنة، شاركت بسبق سبيد تيست، جبت أول ناشئين اللي هو أول مبتدئين، أخذت كأس مبتدئين. بعدين فترة روحت حضرت دريفت، شفت الدريفت أحلى، من جمهور، من أكشن، من صعوبة أصعب. فبعت سيارتي بعد فترة وجهزت سيارة دريفت من دون ما يعرفوا أهلي. شاركت فيها بال 2011، أول سبق نزلته بال 2011، جبت مركز سادس من بين أبطال الأردن بين 65 متسابق. قبل السبق باسبوع نبلش تجهيز السياره، بنعمل تشيك، بنطلع عدان ونعملها تشيك. طبعا انا في عندي فريق كامل للصيانه، هم بتولوا امور السياره كامل. طبعا اهم شيء بالرياضه هاي اللي هي السياره وتجهيز السياره. انا سيارتي اشتغلتها من الصفر، جبت سياره ستاندر واشتغلناها من الصفر. طبعا اللي اشتغليها الحوراني سنتر، يعني احسن تجهيز انا بالنسبه لي. الحمد لله السياره جاهزه، مش ناقصها ولا شيء، السباقات هون وسباقات برا، واي سباق جاهزه له السياره. طبعا شاركت بطولات برا مثل بطولة ريد بول الفاينل بالإمارات، صارت في 2013 وحصلت مركز ثاني فيها، فارق نقطة عن المركز الأول. شاركت بطولة موتو بالإمارات برضو، حصلت على المركز الأول الحمد لله. عندك بطولة الأردن، يعني حصلت على مراكز أولى كثيرة. طبعا هسه أنا مشارك ببطولة الأردن اللي هي 5 سباقات ل 2016، الحمد لله هسه أنا ثاني على البطولة، ضايل سبقين للبطولة وإن شاء الله نقدر نأخذها للبطولة. أنا كل مشاركاتي اللي بشاركها بالشرق الأوسط عامة، يعني بس أنا اللي بطمح له أنه أطلع على برا أشارك بطولات عالمية زي فورمولا دريفت، أخذ بطولة يعني على مستوى العالم مش بس شرق أوسط، وإن شاء الله راح أقدر أوصل. عثمان يعطيك العافية على هيدي الموهبة الفريدة عن جد، بس وصيتي لك ولكل المشاهدين اللي عندهم اهتمام بالدريفتينج انه هيك نوع من الرياضة فيها جانب خطر جدا، اي خطأ ممكن يودي بحياته للإنسان، فقد ما فيك انتبه وقد ما فيك جرب ضلك عم تتمرن وتتابع اهتمامك بهيدي الرياضة، ومثل ما اي حدا اذا حدا عنده اهتمام فيها ينتبه ويسأل اهل الخبرة عنا. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، خلينا نذكركم بالمواهب اللي مرقت معنا، لارا الفتاة الفلسطينية بصوتها الجميل من لبنان، حسانة الفتاة العراقية الرسامة الموهوبة، ورنا المقاتلة الأردنية، وختمناها مع عثمان التكريتي ورياضة الدريفتينج. على كل حال الجمعة الجاي معنا مواهب جديدة، ترونا، باي باي. We'll be right back.